معسكر تشيلسي جه وقت التحدي، اللي هيثبت فيه فريق كوبا كوكاكولا مصر مهارته في بطولة كوبا كوكاكولا العالمية في جنوب أفريقيا. الاحتفالات بافتتاح البطولة حمست اللعيبة أكتر، كل فريق كان فخور انه موجود هنا عشان يمثل بلده. I've just had an awesome time with the boys in here. I've just taught them how to play teamwork, the drums, how we use the drums to communicate and coordinate as a team. So I've just had an awesome time with the energy and everything. I hope they take it wherever they're going to be playing in the field because they were so awesome. الحماس لوحده مش كفاية للفوز بالبطولة. يوم جديد بدأ بمعسكر للفريق في جنوب أفريقيا لرفع كفاءة اللعيبة وتنمية مهاراتهم الكروية. ما كانتش كبيرة للفريق المصري انه يعرف بعضه، بس التدريبات المختلفة لتنمية روح الفريق ساعدتهم ان هم يفهموا ويثقوا في بعض اكتر ويعرفوا ان الفوز فوز فريق. Well, as you can see, the Egyptian team is not here to have fun or make friends. The Egyptian team is here to win the Coca-Cola trophy. مش بس فوز، هي فرصة حقيقية يثبتوا فيها مهاراتهم. كل ثانية بيتدربوا عشان يكتشفوا إمكانياتهم أكتر ويأكدوا إن هم يستحقوا يكونوا وسط فريق حقيقي. بدأت البطولة واللي فيها لعب الفريق المصري 6 ماتشات. المنافسة ما كانتش سهلة، بس الفريق قدر انه يثبت جدارته في الملعب وورانا لعيبة هيكونوا نجوم في المستقبل، قدروا يحققوا المركز الثالث في البطولة. كوبا كوكاكولا بطولة عالمية، المشاركة فيها نجاح. وحصول الفريق المصري على المركز الثالث بداية لمشوار جديد في حياة كل لاعب. First, if you can put your hands together for the beautiful red brand called Coca-Cola for bringing all of you together for the whole week. Let's put hands together for Coca-Cola. Let's sponsor. I'll start by calling the goalkeepers that made it to the All-Stars team. Mohamed Gael. اللعيبة مش بس فازوا بالمركز الثالث، لكن طلع منهم أحسن حارس مرمى على مستوى البطولة، محمود جاد، اللي انضم ليه ثلاث لعيبة كمان من الفريق المصري في فريق كوبا أول ستارز تيم.
ورجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، ومعايا ومعاكم دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد. أنا آسف إن أنا قاطعتك يا دكتور، كان لازم نطلع فاصل، كنت حضرتك بتقرا لي اللوائح. هي اللوائح بتاع الاتحاد الدولي يعني بسيط جدا، وانا ارجو ان انت ممكن تبقى تحطها على الشاشه بحيث ان الساده المشاهدين يتفرجوا عليها. دي مترجمه باللغه العربيه؟ دي هي انجليزي، وانا هعمل لك الاثنين انجليزي واللغه العربيه. اللي هو موضوع استقلاليه الرياضه. تمام. احنا بنتكلم عن استقلاليه الرياضه بمعنى ايه؟ الديمقراطيه في الرياضه. والكلام ده انا موجود في الدستور دلوقتي على فكره. تمام. اللي انا عايز اقوله الدستور مين اللي وافق على الدستور؟ الشعب. يبقى إذن الجمعيات العمومية هي صاحبة الحق في إدارة ناديها أو اتحادها أو أي منظمة دولية، حتى الاتحاد الدولي. بمعنى إن مثلا لو قلنا النادي الأهلي الجمعية العمومية بتاعته لما يبقى مثلا النادي الأهلي الجمعية العمومية لا تقل عن 250 ألف عضو، تمام، هل دي ما تقدرش تعمل لوائح للنادي الاهلي؟ انت حضرتك اتكلمت على موضوع الثمان سنين. تمام. الثمان سنين ده جزء من جزء بسيط جدا. وليه ثمان سنين؟ ليه ما يبقاش سنه واحده؟ مجلس اداره يقعد سنه واحده والجمعيه العموميه تشيله. ليه ما يبقاش 10 سنين؟ واخد بال حضرتك ازاي؟ ليه ما يبقاش الجمعيه العموميه دي نمره واحده؟ احنا بندي سلطة للجمعية العمومية لان الاندية والاتحادات هي الجمعية العمومية هي صاحبة النادي. يعني سيادتك ما انتش عضو في الزمالك انا لكن اعضاء الجمعية العمومية نادي الزمالك هم اصحاب نادي الزمالك. فلوس النادي دي كلها بتاعة الجمعية العمومية. واخد بال حضرتك ازاي؟ ده لازم الناس تفهم هذا. ما هو ده الاشكاليه اللي موجوده يا دكتور دلوقتي ما بين وزاره الرياضه وما بين، يعني هل الانديه في مصر ملك للدوله؟ هل الدوله هي اللي منوط بيها تحط اللوائح؟ هل اللوائح الطبيعيه، لان وزاره الرياضه تقول لك انا ما بتدخلش في عمل الجمعيه العموميه، الجمعيه العموميه بتعمل كل حاجه، المجلس الاداره بيحط المدرب، بيشيل المدرب، بيجيب لعيبه، بيمشي لعيبه، بياخد فلوس، بيصرف فلوس زي ما هو عايز، انا لا اتدخل، انا بحط لوائح بس 8 سنوات اروح احط ما اعرفش، يعني كلام ملوش علاقه. الجمعيه العموميه مش هتزعل منه يعني، او مش هياثر على اللجنه الاولمبيه؟ لا، لما تيجي حضرتك ما هي كل الناس اشكالها يا دكتور، كله كلام يعني. حتى النادي الاهلي النادي الاهلي او وزاره الرياضه، انا لغايه دلوقتي كاعلامي مش عارف ايه هو المشاكل اللي هي في اللوائح الا بند 8 سنوات. هو ده اللي ظهر في سيبك انا بخلص سيادتك حاجه مهمه. تمام. النادي الاهلي رئيسه كابتن حسن حمدي. تمام. ومجلس ادارته عملوا مؤتمر صحفي قريب جدا وقالوا ان هم مش هيترشحوا. تمام، صح، كابتن حسن حمدي قال هذا الكلام. كويس، يبقى اذا في مصداقيه، حسن حمدي مش هيترشح. صحيح. ولا زمايله، ما اعرفش زمايله، لكن انا متاكد ان حسن حمدي مش هيترشح. تمام. طب ليه حسن حمدي بيعمل الكلام؟ 8 سنين راحت خلاص اهي. وبيتكلم على اللاعب، بيتكلم على مبدا، احنا بنتكلم على مبادئ. تمام. المبادئ من يحكم الانديه. طب ليه من زمان، ليه دلوقتي يا دكتور؟ لانها دي، انت عارف انت الكلام ده، تعرف ان كلام الموضوع النادي ده والنادي بيصرف والدوله بتحط لوائح، ده انا متهيألي اللوائح دي محطوطه من سنه كام؟ من 75 ولا من 70؟ لا من 75. من 75. صح يا دكتور؟ يعني محدش حس بالمشكله دي. ماشي. ليه المشكله دلوقتي؟ لان هو دلوقتي بدات الناس تتكلم مع، يعني اللي انا عايز اقوله، احنا كاتحاد ولا اياميه كجمعيه عموميه صغيره؟ لا مش صغيره اساسا في التوقيت ده. طالما انت ما حدش اشتكى، ممكن يكون الكلام ده موجود في حته تانية. لكن ما حدش اشتكى، ما حدش اتكلم فيه. لكن احنا لما بيجي لنا، احنا ما احناش اقسام شرطه او مخبرين بنجري ورا الناس كلها. مش في الدول يعني. في الدول، واخد بال حضرتك ازاي؟ لكن لما بتيجي شكوى بنبحثها، هل متمشيه مع اللوائح بتاعتنا ولا لا؟ واخد بال حضرتك ازاي؟ لا مش متمشيه ولا الكلام. والكلام ده حصل اليومين اللي فاتوا دول. اليومين اللي فاتوا دول من حوالي مثلا اقل من 3 شهور. كان في جمعيه عموميه، الوزير الشباب الجزائري تدخل في الجمعيه العموميه، السيد محمد تامر كان رئيس اتحاد كره اليد. تمام. وعمل جمعيه عموميه على اللائحه بتاعتهم، بتاعت الوزاره، وزاره الشباب والرياضه، واتعمل وانتخب جمعيه العموميه، انتخبت
مجلس اداره وبتاع وكلام زي وقفنا له الكلام ده كله واتعاد الكلام واللي نجحوا سقطوا. طب هقول لك حضرتك حاجه، في حاجه نقطتين فتح. اول نقطه ده الكلام اللي بيطلع من وزاره الرياضه فتح. ان الدوله لها سياده، يعني ده الكلام، الدوله سيادتها على راس الجميع. تمام يا كابتن خالد، انا بقول لحضرتك اللي بيقولوه يا كابتن خالد، احنا بنتكلم على ديمقراطيه الرياضه. من بيعمل لائحه بتاعه نقابه الصحفيين؟ النقاب صحفيين صحفيين مش كده؟ من يعمل نقابه المحامين المهندسين وهكذا؟ ده نفس الكلام. فما ممكن يقول لك اللي بيعمل كده وزير الرياضه اللي هو منوط بالرياضه مثلا ممكن يقول لا يعني. مش اصل مش ممكن ماشي. انت هنا بنرجع احنا لحكم الفرد. لا ما انت لازم تعمل ورش عمل وتجيب كل الناس، كل ده حكم الفرد، كل رؤساء، كل ده حكم. وانت عارف سياده الكلام اللي بقوله لك ده. لما هيجي الوزير وجايب لجنه هو اللي مشكلها وبياخدوا بدلات واخد بال حضرتك ازاي؟ تمام. وضع عادي انه ياخد بدل لانه بيحضر وبيجي من حته بعيده او لاخره واخد بال. لو قالك انا اتجاهي كذا بيمشي، ما ده الكلام. طب ما اقول لك حاجه بقى، ما هو دكتور نفس كلام حضرتك، انا مقتنع والله بكلام حضرتك بس نفس القصه تنطبق الجامعات العموميه. ما هو يقول لك ايه ده رئيس بقى له 15 ولا 20 ولا ده عضو مجلس اداره بقى له 10 ولا 12 مسيطر على الجامعه العموميه. يقول لك كل ما بيقعد كل ما بيبقى عنده الجامعه العموميه يجي 2000 3000. انت حضرتك قلت 200000 مثلا في الاهلي ممكن اللي يجي اللي حضور 5000 يمشوا لائحه على 180000 مجوش. يا كابتن خالد ما هو ده هم اصحاب الشأن يا كابتن خالد. هم دول اصحاب الشأن، دول صحاب النادي. واخد بال حضرتك ده اللي يفرق يعني. هم راضيين بكده خلاص. انت زي ما سيادتك مثلا في اتحاد ملاك ما بيشتغلش والعماره وقعت وما اعرفش ايه والناس مش عايزه تغير اتحاد الملاك، انتوا حرين. الاسانسير وقف والميه وقعت والميه الكهرباء هو ده الكلام. احنا بنتكلم على ديمقراطيه الرياضه. طيب الدستور الدستور ده موجود في الدستور الكلام ده دلوقتي. وبعدين هو نمره واحد الدستور قال لابد ان يطابق يعني في الرياضه انها تطابق ال طب ما ده اللي احنا بنقوله. انت دلوقتي الدوليه الامم المتحده يا كابتن خالد، الامم المتحده هل كل دوله في الامم المتحده بتعمل لوائح خاصه بيها؟ لا، الامم المتحده لها لوائحها. تيكت اور ليف ات، يا تبقى معاها يا يبقى مش معاها. صحيح. واخد بال حضرتك ازاي؟ فلما يجي مثلا الاتحاد المصري لكره اليد يقول لك انا لائحتي هدي لائحتي، اذا ما مشيتش مع اللائحه بتاعتنا احنا طب العب لوحدك بقى انت يا عم وابعد عننا. طيب ليه بيتقال دايما حضرتك قلت انا ما اقدرش يعني من سنه 75 واحنا ماشيين باللوائح دي وكده، لكن هم مش مخبرين يقعدوا يدوروا على الدول، الدول ما حد بيشتكي بتبتدي تبص في الموضوع. أكيد. ليه بيتقال على، انا اسف يعني، اتفضل، بيتقال على دول خونه؟ يعني يقول لك اللي يروح ل مثلناش مش فاهمه اللي يروح للاتحاد الدولي ده على فكره على مستوى السياسه كمان مش. يعني ده يقول لك ايه ده بيستقوى بالخارج. لا ده ما اعرفش. لا لا, لا, لا لا السياسه شيء والرياضه شيء ثاني. لا ليه؟ يعني انا مشتكي واسعى لايقاف مثلا الالعاب مثلا الاولمبيه. لا اصل انت اصل اللي بيشتكي في السياسه ده بيشتكي امريكا ولا ما اعرفش ايه ده موضوع. لكن بتكلم انت اللي بتشتكي هنا اللجنه في لوائح. لا في لوائح لازم تمشي عليها لان دي صحيح. منظمات دوليه انت تبعها. انت تبع، انت عضو في الجمعيات العموميه ديت. صحيح. واخد بال حضرتك ازاي؟ لكن الثاني ماشي السياسي ملوش ارتباط بامريكا. صحيح. ولا ليه ارتباط بروسيا ولا ليه ارتباط انت ما تشوفش ان ما هو ممكن ده انا ممكن ده شكوته دي تؤدي الى ايقاف النشاط في مصر. ده ايوه بس اللي انا ما هو لازم يبقى فيه المسؤولين عن الرياضه متفاهمين، يكونوا فاهمين اللوائح الدوليه بتقول ايه. طب ما هو الاخ وزير الشباب الرياضه ده واخد بال حضرتك ازاي؟ قال في احد اللقاءات تذهب اللجنه الاولمبيه الى الجحيم. ايه يا عم انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ مش فاهم انت ايه اللجنه الاولمبيه الدوليه دي ايه وبتعمل ايه ودورها ايه واخد بال حضرتك ازاي؟ ده ممكن تقطع رقبتك. ما جاوبتنيش يا دكتور برضو على حته، انا حضرتك على حته، هل لانه برضو في وزاره الرياضه بيقولوا هذا الكلام على عيني وعلى راسي ان الانديه تستقل، على عيني وعلى راسي الجامعه العموميه هي اللي تقرر، بس الكلام ده لما تكون في قوانين بتبيح ده، قانون في مصر بيقول ان الانديه دي ملك للدوله،
الارض، بتاخد معونات انشائيه، بتاخد فلوس من الدوله، بتاخد إيه. لكن الانديه اللي بيقارن بيها بره دي انديه محترفه، انديه مش اجتماعيه، انديه بتمتلك الارض، في مستثمرين بيمتلكوا الانديه زي تشيلسي زي باريس سان جيرمان زي. لكن هل ده بينطبق؟ نتكلم عن النادي الاهلي. انت فهمت قصدي؟ الكسب بتاع النادي الاهلي، الكسب بتاع النادي الاهلي. النادي الاهلي في 5 سنين تمام صرفوا 800 مليون جنيه صحيح، مقابل 8 مليون من خدوا في الخمس سنين 8 مليون مكافئات للعيبة والأخر. الأرض بتاع النادي الأهلي النادي الأهلي مأجرها أو هو واخدها حق انتفاع، انتهى حق الانتفاع زي نادي الزمالك بتاعت الأوقاف واشتروها خدوا يقصطوا أهو ده الكلام. فإذا ده وبعدين دي منشآت عامة لشباب مصر، بدل ما الولد او الشاب يروح يتعاطى مخدرات او يعمل كذا او يعمل ارهاب او الاخره، دي انديه بتستوعب. انا متفق معاك، لكن احنا بنتكلم في القوانين. هل الانديه في مصر، في قانون مصر، حضرتك تفهم اكتر من يا دكتور، قانون مصر، هل الانديه دي انديه تابعه للدوله ولا لا؟ تابعه للدوله وغير تابعه للدوله. تابعه للدوله في بعض الحاجات، السياسه العامه للدوله، السياسه العامه للدوله. مثلا ما ينفعش مثلا انت تجيب ناس ارهابيين يديروا النادي، ناس بيعملوا يلعبوا قمار، ناس يسكروا، ناس واخد بال حضرتك ازاي؟ ده تبع السياسه العامه للدوله، ودي على احترام على او لو في فساد مالي او حاجه تتدخل الدولة. لا دي ما فيهاش كلام خالص. ده اي فساد من حق بقى اللي هنا الدوله ايا كان مين المسؤول في الدوله ان هو يحول هؤلاء الناس الى النيابه. واخد بال حضرتك ازاي؟ دي ما فيهاش كلام بس خالص. انت مش معايا برضه يا دكتور ان لابد ان تغيير القانون اللي هو هيتغير خلال سنه ده؟ دي مش كلها مش قوانين يا كابتن خالد، ده لوائح بيعملها الوزير. واللي انا عايز اقوله لسيادتك على حاجه، لو احنا مثلا اتكلمنا على الكيس اللي احنا فيه دلوقتي، في خلال الثمان سنين اللي فاتوا دول او التسع سنين اللي فاتوا جه كام وزير؟ بتاع ستة سبعة. ستة او سبعة. كويس ماشي، كل واحد منهم ليه وجهه نظر. صحيح، ما بيبنيش على التاني. لا كله زي ما دي مشكله. فانا حضرتك يمكن ممكن اجيبها على الشاشه. الوزير عمرو فاروق ما جه فقلت له بالظبط كده، هو معايا على الهوا، قلت له ايش ضمان حضرتك ان انت تغير؟ وانا اسف يعني يا استاذ، انا قلتها كده، انا اسف، ممكن خلال شهرين تمشي وتلاقي اللي جاي بعديك هيعمل حاجه بيلغي كل اللي انت عايزه. قال لي لا، ما انا هعمل وهاخد وافقه حاجات كده يعني، يقول لي حاجات كده. بس دي لوائح يا كابتن خالد، اللوائح هو اللي بيعملها يعني الوزير بيعملها. اما بقى الناس بتتغير، الافراد بيتغيروا فتبقى. اما الجمعيات العموميه ثابته، الجمعيه العموميه بتاعت نادي الزمالك، واخد بال حضرتك ازاي؟ ناس بقى لها دلوقتي مثلا 50 60 سنه اعضاء في النادي، يعلم تماما مصلحه النادي ومشاكل النادي اكتر من الوزير اللي جاي بقاله هيقعد سنة ولا سنتين ولا ثلاثة ويمشي ويجي غيره وبعدين هنتكلم على الناس اللي بتقول لك بيستقوا بالخارج. خارج ايه؟ ده احنا مصريين، واحنا بندافع عن مصر وحقوق مصر، وعايزين مصر الناس تفهمها انها لا تقل عن ألمانيا، لا تقل عن سويسرا، لا تقل عن فرنسا، لا تقل عن السويد. كل الدول دي ماشية هذا الاسلوب، واخد بال حضرتك ازاي؟ رغم ان هم بياخدوا فلوس من الحكومات بتاعتهم برضه، واخد بال حضرتك ازاي؟ ليه احنا نكون اقل من الناس دي؟ ليه ما نمشيش احنا ديمقراطيه الرياضه اللي الدستور دلوقتي بيتكلم عليها؟ واخد بال حضرتك ازاي؟ ليه حكم الفرد واحد بس؟ واحد فرد ليه فكر معين، بيحب خالد الغندور هيقعدك يعمل لك لائحه خاصه بيك، بيكرهك هيعمل لك لائحه هيمشيك برضه، واخد بال حضرتك ازاي؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، لو اتكلمنا على موضوع الثمان سنين رغم ان ده حاجه، انت معاها ولا ضد دكتور؟ ضد مين؟ مع البند مع الثمانيه ولا ضدها؟ لا انا ضد، انا مع الجمعيه العموميه، ما تفرقش معايا انا. انا انت بقالك 15 سنه في الاتحاد الدولي، ده شرف لينا طبعا. انا هقول بس معناها ان انت حابب أنا ان أقول انت تفضل. انا هقول لسيادتك على حاجتين. الحاجه الاولانيه زي ما حضرتك قلت دلوقتي ان هو ممكن يبقى هو بيصاحب الجمعيه العموميه وبتاع، دي تبقى غلطة الجمعية العمومية، وأنا دوري حتى لو الجمعية العمومية ما عندهاش الوعي، لازم أنا دوري إن أنا واعي الناس دي
واعرفهم حقوقهم وواجباتهم زي الدستور دلوقتي ما في ناس كتير فلاحين وكده ما يعرفش يعني ايه الدستور. صحيح. واخد حضرتك ازاي؟ انت حاطط حتى قدامنا الدستور دلوقتي اهو. دستور دستور مصر. واخد بال حضرتك ازاي؟ ففي ناس كتير جدا قالوا نعم للدستور وحاجه خاصه بيهم هم. واخد بال حضرتك ازاي؟ لكن ما يعرفش تفاصيل ايه الموضوع. لا انا ده دوري انا بقى كابتن خالد. هقول لحضرتك يعني 90% من اللي صوتوا لا الا نعم عشان خايفين على البلد والاستقرار، لا الا لا عشان خاطر ان هم ضد اللي حصل. لكن الاثنين ما قروش بالظبط كده يعني. لكن لا قصة انا بقى انا دوري ان انا واعي هؤلاء الناس واعرفوا حقوق وواجبات، وده دور انا دور الدوله. واخد بال حضرتك ازاي؟ وبعدين احنا ناس مش سياسيين يا كابتن خالد، احنا ناس رياضيين. صحيح. واخد بال حضرتك ازاي؟ واحنا بنبحث عن ان يبقى الناس في الخارج تعرف ان مصر مع الدستور الجديد ده اهو، واخد بال حضرتك، ماشيين مع اللوائح والقوانين الدوليه وماشيين مع ديمقراطيه الرياضه. دي هي دي ديمقراطيه. حصل لك مواقف بعد 30 يونيو يا دكتور؟ من ناحيه بتقابل ناس في الخارج حد بيقول لك ده انقلاب، ده ما اعرفش ايه، حد يعني؟ طبعا كتير. توجه العام كده انا كتير. طب انا اقول لسيادتك حاجه، انا كنت اعتقد يا اما في المجر، يمكن كنت في المجر يا في المجر يا في البوسنيا. وقاعد انا كان في تحت بطوله العالم للشباب. تمام. وكان في قاعد كده وكان معايا القنصل، كان موجود السفير كان في مصر هنا في اجازه. فبصيت لقيت ناس بيتكلموا مصري ورايا، مش عربي، مصري. فبص عايز اسلم عليهم. قاعدين ورايا على طول. فبص كده لقيت جايبين مجموعة بتاع حوالي 10. جايبين صورة مثلا بتاع حوالي 5-6 متر. ورايا على طول. وفيها صورة مرسي. ده بعد 30 يونيو؟ لا قبل ده بعد 30 يونيو. بعد 30 يونيو. بعد 30 يونيو. انا اتجننت. ايه يا ابني انت ايه ده؟ بتعمل ايه؟ ده الرئيس بتاعنا، رئيس امشي اطلع بره، رئيس شيل الصورة دي. وطبعا الناس اللي قاعده في المجرى مش عارفين دي صوره مين اصلا. لا بعد كده ما هم انت عارف دول بيعصلجوا. قال لك لا وده مش عارف ايه وبتاع كلام زي كده، فجبت لهم الشرطه على طول. راحوا واخدينهم مطلعينهم بره. واخد بال حضرتك ازاي؟ فده من ضمن الحاجات اللي حصلت لي بعد 30 يوم. واخد بال انا بقى الموضوعات بقى الناس اللي بتسال، لما قلت لك انا مثلا وزراء المجر. المجر وبتاع كنت في صربيا اليومين اللي فاتوا دول، برضو كان رئيس الدوله موجود ورئيس الوزراء موجودين. بتحاول تفهمهم طبعا، لكن الصوره اللي واصله لهم حاجه لا دي. انا اعتقد دلوقتي شوف عايز اقول لسيادتك الحاجه، انا رايي الشخصي لو اتكلمنا في السياسه شويه بس المهم انت تكون انت اقتنعت باللي انا بقوله على اللوائح والكلام ده. لا انا 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 دوري مذيع وحضرتك بتقنع المشاهد. انا بقنع المشاهد. انا بقول للمشاهد يا سيد يا مشاهد، احنا لا يمكن نكون ضد بلدنا. احنا اللي عايش فينا خارج مصر بيحس ببلده اكتر من اللي عايشين في مصر. صحيح. صدقني بكده. الجزء الثاني احنا بنتكلم على ليه مصر ما تبقاش زي الدول المتقدمه، ليه ما نبقاش زي امريكا، ليه ما نبقاش زي فرنسا، روسيا، زي روسيا، المانيا، زي المانيا، اليابان، الصين، زي كل دول حتى الدول اللي هي كانت بعدينا. صحيح. بعدينا بدا يخش في السكه دي. طب نمشي بقى، يمكن نتعادل. وبعدين لازم احنا يعني مثلا انا من ضمن الحاجات اللي هو كان النائب الوزير بيقول لي يعني ما معناه المهندس باسل عادل. باسل واخد بال حضرتك ازاي؟ الاستاذ باسل عادل المهندس حاجه، المهندس باسل عادل. المهم بيقول لي يعني احنا ما عندنا، ما معناه ان هو ما عندناش حد يقدر يعمل نفسه لائحه في الانديه او في الاتحادات. قلت له الله، انت اتهام للشعب المصري بالجهل. واخد بال حضرتك ازاي؟ الشعب المصري مش جاهل. ده ناس في منتهى الذكاء. بس انا دوري ان انا اعرفه، دور ان انا اقعد معاه، دور ان انا افهمه، ما يبقاش الجهل يزداد جهلا. لا ده دورنا احنا كوزاره او كوزير او مؤسسات رياضة. طيب لما بنتكلم في السياسه، رحت انتخبت يعني استفتيت؟ للاسف لا ما رحتش. ليه؟
مع انك كنت موجود ساعتها في مصر. لان انا رحت اللجنه قالوا لي لا ده انت متسجل في الخارج. ياه. للاسف. وانا بشرفي. بشرف. وانا قلت حتى ليه قلت حضرتك رحت لجنه في فين بقى بطاقتك فين؟ عندي اللي هي انت عارف محمود حلاق محمود لبيب. طبعا. اللي هي ورا العمده اللي عنده عمده دي مدرسه اسمها العمده في جامعه الدول العربيه. ايوه بالظبط كده. واخد بال حضرتك ازاي؟ لان فكرت انا ما عرفش الكلام ده لما اتاخر. حتى كابتن عافر انا قلت له ان انا اروح وارجع. فكان الوقت متاخر. كنت هتقول بعدين للاسف نعم ولا لا؟ طبعا نعم طبعا. انا طبعا نعم ونعم ونعم. واخد بال حضرتك. ترشح مين؟ نفسك مين يبقى رئيس مصر يا دكتور حسن؟ والله نفسي واحد زي سيد فريق السيسي. الراجل هو يعني اللي انا عايز اقوله هو رجل الساعه الان. ما فيش حد يقدر يقود البلد في المرحله اللي احنا فيها دلوقتي الا لما يبقى راجل عسكري. واخد بال حضرتك ازاي؟ وبعدين عسكري ومحبوب. ودي معادله صعبه. واخد بال حضرتك ازاي؟ سيد فريق السيسي في الحقيقه اللي عمله ده لازم يتعمل له تمثال في اكبر واحسن ميادين مصر. لانه انقذ مصر من اللي كان هيحصل لها وقطع خط الرجعه على هؤلاء الناس ان 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 مصر تتفتت او مصر تبقى يعني ان شاء الله ما حدش يقدر يفتت مصر باذن الله. البلد محتاجة دعوام القلوب الطيبة بس تكون بتحبها وتخاف عليها ناس في وقت الشدة دايما تبقى منها قريبة وفي المحن ترفع ايديها وتدعي ليها البلد محتاجة دعوة من القلوب الطيبة ناس تكون بتحبها وتخاف عليها ناس في وقت الشدة دايما تبقى منها قريبة وفي المحن ترفع ايديها وتدعي ليها يا رب مصر احميها يا رب بارك فيها دي بلدنا غالية علينا دي امنا يا رب يا رب يا رب انت الهادي استر واحمي بلادي من قلبي بدعي ونادي لمصرنا يا رب يا رب يا رب مصر احميها يا رب بارك فيها دي بلدنا غالية علينا دي امنا يا رب يا رب يا رب انت الهادي استر واحمي بلادي من قلبي بدعي ونادي لمصرنا يا رب